احتفالا بعيد القديسة بربارة أقيم قداس إلهي في كنيسة سيدة البشارة الشحارة في بلدة لمزينة بريف حمص وسط حضور كبير من الأهالي، حيث تليت الصلوات فيه والدعوات بأن يعم السلام والمحبة سوريا ويزيح الوباء عنها. ثم أحيا شباب لمزينة وكشاف سيدة البشارة طقوس عيد البربارة من خلال توزيع القمح المسلوق على المتواجدين في ساحة الكنيسة. ونحن لأنه اليوم عم نمرق بظروف صعبة بضيقات معينة بكل على كل الأصعدة، ولا سيما هالوقت اللي فيه هلا أمراض بالعالم كله، اليوم اجتمعنا كمان لنرفع الصلوات لربنا يشفي المرضى، وحتى تكون هالأيام الصعبة أيام قصيرة على كل الناس وتمرق بسلام، ولحتى ما يخسروا الأولاد فرح العيد حاولنا قدر الإمكان إنه يكون في هالصلوات وتوزيع هالقمح كبركة على الناس. نحن مجموعة شباب من المزينة، ما اتفقنا مع شباب الكشافي وحبينا نعمل هيك جو بالضيعة لحتى نرسم الفرحة والبسمة على وجوه العالم. الوضع صعب، العالم شوي تعباني، حبينا نغير الأجواء بهالعيد عيد القديسة بربارة. ينتظر أهالي المزينة بريف حمص الغربي ولا سيما الأطفال عيد البربارة كل عام ليرتدوا أزياءهم التنكرية وإشعال عشبة البربارة في ساحة البلدة احتفاء بانتصار القديسة. بنعاد عليكم كل سنة بالخير، وبنتشكر هالشباب اللي كل سنة عن جد بحسسونا بالعيد. ولا جبنا الأولاد وجينا عيد البربارة، له طقوس معينة من سلق الحنطة السليقة، ينعاد على جميع بألف خير. أنا لابسة ثياب الساحرة، إنه اليوم عيد البربارة، كل عام وأنتم بخير، سوريا بخير. لابسة زي هندية وجايين على البربارة مشان نحتفل، كل عام وأنتم بخير. كل سنة وأنتم سالمين، ونعاد على وطننا وسيد وطننا. احتفالات ذات طابع اجتماعي وإنساني يتميز بها السوريون كل عام، لما لهذا العيد من أهمية دينية عبر إحياء بعض العادة والتقاليد الشعبية الموروثة. من بلدة المزينة بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية.